يلا حبيبي تعال اطلع. يلا فوتي. اهلا وسهلا فيكي، نورتي. اهلا وسهلا ببيتك، طلعي على غرفتي معي. يا الله ما عم لاقي طوقي، وين راح؟ شو بك يا حبيبتي؟ طوق الألماس ما عم لاقي. شو عم تقولي؟ وين ضاع؟ ليش أنا بعرف وين ضاع مني جلال؟ لا تنزعجي، طولي بالك، حاولي تهدي، تذكري لوين رحتي اليوم؟ لعند الكوافير، بعدين رحت عملت مساج، بعدين على النادي الرياضي وشفت إقبال جارتنا. تعرف بجوز ضيعته بصالة الأيروبيك، هذا كله من نظرات إقبال الحسودة، لو شفتها ما قامت عين عن الطوق. حبيبتي معقول تفكري بهالطريقة؟ جلال يا ريت ما تتدخل. ألو؟ إقبال حبيبتي؟ كيفك يا عمري، منيحة؟ أنا منيحة، أنت وين كان عقلك اليوم؟ شو بتقصدي؟ يعني ما ضيعتي شي؟ مو عطوقك اليوم بالنادي؟ جرسون لقاه وإجا عطاني إياه. شكرا كتير يا إقبال، فكرت إني ما بقى لاقي بعمري، ريحتيني. لأنه مثل ما بتعرفي هذا الطوق غالي علي كتير. مصطفى رح يوصل لك إياه اليوم على البيت، لا تاكلي هم حبيبتي، اعتبري صار عندك. كتير منيح إقبال، شكرا شكرا. وأخيرا رجعنا نشوف ضحكتك الحلوة، هاي أليس عنا، ما بدي إياك تزعل بقى. كل الفضل إليك يا روحي لأنك تفهمتيني. هذا واجبي حبيبي. لوين؟ سونيا؟ انت شو اللي مسهرك لهالوقت؟ ما اجاني نوم، فكرت وقررت انه ما بقى رح اركض وراكي، لانه بالاخر مرجوعك لهاد البيت، يعني من المحلات الراقية لهيك بيت شرشوح ومبهدل، مو سهلة عليكي. مو حابة احكي لاني تعبانة. لا يا خانم رح نحكي، عاملة حالك مشغولة بدروسك والحقيقة مقضيتيها صياعة هون وهون. انتي شو عم تخبصي، تركيني ليل نهار انتي بالكافيتيريات والاسواق، شو مصاريكي كتار؟ هلأ بدك تقوليلي من وين عم تجيبي كل هالمصاري؟ اوف منك يا سونيا اوف. ليش هيك طالع اصواتكم بنصاص الليالي؟ ما في شي امي، انتي رجعي نامي. ايه طيب طيب. استني امي لا تروحي، رح نشوف شو عم تعملي. سونيا يا مجنونة تركي الشنطة. ما بدي اسمع ولا كلمة. هلأ بانا خانم رح تقول من وين جابت هالموبايل اللي حقه كتير غالي. انتي امتى جبتي موبايل جديد بنتي؟ زينة خانم. مصطفى بيك؟ هلأ كنت رح أتصل فيكي. إلي أمانة معك مو هيك؟ خبرتني إقبال خانم، معقول يا مصطفى بيك؟ بيصير ما تخبرني إنه الطوق معك؟ هي أكيد كنت رح أحكي معك. دخلك قديش حق الطوق تبعك؟ كتير غالي طبعا لأنه ألماس مثل ما أنت شايف. اليوم بجيب لك يا على البيت. زينة شو صار معك؟ لا تعذبوا حالكم، خلص أنا بمرق لعندكم بكرة. طيب رح انتظر جيتك على أحر من الجمل. مع السلامة. ليلي شو في زينة؟ لا تشغل بالك حبيبي، ما في شي. طيب بالنادي سألتيهم عنه؟ ايه سألتهم وطمنوني انه الطوق عندهم، سألوني ونبعتلك اياه، قلت لهم ما في داعي انا بجي باخده هيك اضمن لي. طيب حبيبي رح اخده شو بعدين منحكي. ايه
بدي اعرف من وين جبتي له التليفون. امي حاجة تعيطي علي، شو قصتكم؟ عدوا لاحكي لكم. لا تكوني مفكرة حالك شاطرة، يعني ما رح نقدر نعرف شو عم تساوي من ورا ظهرنا؟ وحياة الله ما سويت شي عاطل. ايه صحيح، انا اليوم سمحت لحالي اني روح ورا بانا بعد ما اجاها مسج على تليفونها الحلو، والخانم كانت عم تتمشى بين المحلات بدل ما تروح على الجامعة. يعني تقصدتي تلحقيني مو صدفة؟ ايه نعم، بس جاوبيني ليش عملتي حالك مو شايفتيني؟ كنت رايحة اشوف شغل اطمنتي؟ شغل شو؟ شغل بدوام مساي، انا عم بشتغل وادرس بنفس الوقت، ما حدا عم يحس فيني وبشي اللي عم عاني كل يوم، وفوق كل هاد ما عم تثقوا فيني. وقفي بنتي استني شوي. تركيني امي تركيني، بكفي كمان لحقيني لهون، اتركوني بحالي. بهاء ليش رحت يا أليس؟ اشتقت لك. طيب البنت كمان مو قدران يضل حالها، يعني معها حق. يا ريتك بقيتي هون وما رحتي، يا ريت. رجعني لعنده، والله مو طايقة السكنة معه. مجد صباح الخير. صباح النور. غريب، شو اللي فيقك بكي؟ والله ما قدرت نام، بدي اعمل قهوة. احسب حسابك. يسلموا ايديك، مو جاي عبالي قهوة. طيب خلص هالكابوس. أليس ليش رحتي؟ ليش؟ Thank you.
رح اتصل فيك بكرة. اطلع على الجنينة، محضرت لك مفاجأة حلوة. مفاجأة؟ بعدنا وانت موجود معي، ناوية شوفك. نحن سوا حتى لو بعدنا وانت هون موجود معي، ناوي اشوفك. يا الله على هالبنت، رح روح على الجنينة. صباح الخير. صباح النور بانا، يلا عادي افطري معنا. ليش ما قلتي لنا انك عم تشتغلي بانا؟ اصلا لو قلت لكم ما كنتوا رح تسمحوا لي، بعدين اذا عرف بابا بيزعل مني. ابوك ما بيهون علي لانه بده مصلحتك. حتى لو ابوك سمح لك، طيب دراستك شو رح يصير فيها؟ طمني امي، انا ما عم بشتغل الا لما بيكون عندي وقت فراغ، يعني نص دوام. صراحه انا حاسه اني عم بضغط عليكم بمصاريف دراستي، لهيك قررت اشتغل واعتمد على حالي، وبهالطريقه بقدر طلع مصروفي. طيب وين عم تشتغلي؟ حبيبتي اللي بيشوف وشي من وين بده يجي الخير؟ سألتك وين عم تشتغلي يا بانا؟ الحقيقة هو بكذا محل. شلون يعني بنتي؟ في حدا بيقدر يشتغل هيك بكذا محل؟ أمي طولي بالك شوي لنفهم منها. أنا قصدي عم اشتغل مندوبة، باخد بضاعة على المحلات وبحكي لهم عنها، والشركة هي اللي عطتني التليفون والخط مشان الشغل. يعني هذا التليفون خاص بالشركة ما هيك؟ ايه صحيح، وهي الشركة خاصة بالأكل بالوجبات الجاهزة. في أي سؤال تاني سونيا؟ هذا كل شي خبيته عنكم. اتفقنا ما نخبي شي على بعض ما هيك؟ يعني بصراحة خفت ما تخلوني. أنا ما قصدي ضايقكم، كل القصة حبيت ريحكم من مصروفي صدقوني. الظاهر إنه راتبك كتير منيح، يعني مشان هيك عم تتسوقي من المحلات الفخمة. مرحبا أليس، ليش ما عم تردي على التليفون؟ ليكني عم احكي. انا امبارح ما اجاني نوم. خير من شو؟ بدي سافر على كوتاهيا وجيبك، ما راح خليك تضيعي مستقبلك بهالسهوله. انت هيك بتشوف؟ طبعا هيك. انت لايك لك فكر بنوب، راح خلي امي تساعدنا بالموضوع، راح تلاقي لك شغل عند واحد من معارفها ومكان تسكني فيه. دبرت حالي، لا تاكل همي بنوب. لك انا قصدي هون بانقره مو هنيك. ومين قال مو هون؟ أليس. هاي انتي؟ ما قدرت. اشتقت لك.
كنت أول راتب؟ مين دبرت لي هذا الشغل؟ وقلت لازم أعزم عايب؟ مظبوط. لما شافتني سونيا بالمحل كنت رايحة وقتها لجيب هديتين منشان كون حلوان الراتب، بس بصراحة ما لقيت شي مناسب. خلي لي هكي حبيبتي وحياتك كأنك جبتيهم. طيب ليش هربتي مني لما شفتيني؟ بعترف أني تصرفت بطريقة غبية، بس أنا عملت هيك لأني ما كنت حابة تعرفوا أني عم اشتغل. بابا ما لازم يدرى لأنه ما رح يرضى، بس والله منيح لأنه راتب بابا يدوب عم يكفينا. ايه والله معك حق، لهيك رح اشتغل وساعدكم بالمصروف. خلص لكان خلي هالموضوع بيناتنا، وأنا بروح مع بانا لحتى أشوفه واتطمن وين عم تشتغل. صار لازم امشي حتى ما أتأخر. أوه صباح الخير يا حلوين. صباح النور. صباح النور. ايه كيفكن؟ عم حاول صدق انه أليس ما سافرت ورح شوفك اليوم. ما رح نمرق هالشغلة، بما انك رح تستقري بأنقرة لازم نحتفل مع بعض. شو يعني تحتفلوا فيني؟ بترجاك لا تخجلني أكتر من هيك يا أوس. طيب رح نعتبر انه هذا أول يوم إليك هون ورح نطلع نعرفك على أنقرة. برأيي انه الفكرة حلوة كتير، هيك بتهدي وبتنسي التعب. ما بدي أعذبكن. لو سمحتي أليس لا تخجلينا. طيب منروح. ممتاز، هلأ كل واحد بيروح على بيته ومنلتقي بعد ساعة قدام الباب، ماشي؟ أوكي منيح كتير، خاطرك لا تتأخري. يلا خلينا نروح. أليس أنا كتير مبسوط برجعتك لهون. شكرا يا أوس، معناته مو زعلان مني. بصراحة أنا مو حابب أحكي بقصة الرسالة، بعدين ما كان لازم لومك على الشي اللي صار هداك اليوم. لا تلوم حالك لأنه أنا كمان بتحمل جزء من المسؤولية، يعني هداك اليوم ما كان لازم اضغط عليك لتكتب الرسالة. شو رأيك ننسى الموضوع؟ طيب رح أنسى، بس سامحني بالأول. ما أنا سامحتك من زمان. صافي يا لبن. يلا حبيبي اشرب الحليب، كل اللي بصحنك مش هنحط لك شي تاني. شو وين الأولاد؟ أوس راح يجيب لنا أغراض من الدكان، وأليس راح تجيب النوطات من عند مجد، هلأ بيجوا. صباح الخير. صباح صباح خير. النور. صباح النور. صباح النور. يلا حبيباتي تعوا افطروا. أليس تعي دي جنبي. شكرا إليك. أي شو لين لسه ما فائت؟ بلا هلأ بتنزل. ها؟ ليتني إجيت، يعني معقولة تفيقوني بكير هيك بس منشان نفطر مع بعض؟ لأنه ضروري العيلة تجتمع على الفطور. تعرفي أنه الامتحانات التجريبية قربت؟ أنت عم تفيقي بالليل تدرسي شي؟ مشان هيك لازم تصيري تفيقي بكير وتراجعي موادك لأنه ما ضل وقت. أف منك يا بابا، أنت شو عرفك أني ما عم أدرس؟ بعدين ما لقيت غير هالسيرة اللي نحكي فيها على الفطور؟ بابا معه حق، لازم تدرسي وتشدي همتك. أليس حبيبتي ليش فنجانك فاضي؟ لا تعس بحالك أنا بصب. أعطيني فنجانك. أنا رح صب الله، أنا شبعت، كملوا فطوركن أنتو. والله ما كان ناقصنا غير هيك. في مجال تصبيلي إذا ما في عذاب؟ أها بنتك متضايقة من أمك يا حلوة، خير شو في؟ مو ناقص غير إنك تطعميها بإيديكي لهالشرشوحة. فهمنا إنه بابا متمسك فيها، بس إنتي ويمكن بكرة تستولي على غرفتي وأطلع أنا برا. ما قلتلك شو هدفي من هالشي يا لين؟ خلصينا بقى. هالخطة مالي مقتنعة فيها. نسيتي شو قلتلك؟ نحنا لازم نتعامل مع هالبنت بطريقة تانية لنعرف كل شي عنا، وخاصة لما بيكون أبوكي بالبيت. أوعك تتعاملي معها بطريقة مو منيحة، عم تفهميني؟ حاضر إقبال خانم، رح تكتكلا على المزبوط. ليش واقفة هون؟ تحركي على شغلك.